أكدت السيدة نوف عبد الرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل الحرص المستمر على تطوير بيئة العمل في مملكة البحرين وفق أسس قانونية تضمن حقوق جميع أطراف العمل، مشيرة إلى اهتمام الحكومة بتعزيز الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات للحد من جريمة الإتجار بالأشخاص بكافة صورها، لا سيما قضايا الاستغلال والعمل الجبري في بيئة العمل. وخلال لقاء مع عدد من المسؤولين الأمريكيين في العاصمة واشنطن، أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة أهمية مواصلة الجهود لتطوير الإجراءات والأنظمة التي تسهم في تعزيز بيئة العمل في مملكة البحرين، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الدول والمنظمات العالمية، بالإضافة إلى تبني البرامج والسياسات التي من شأنها تطوير سوق العمل والمحافظة على حقوق أطراف العمل دون تمييز. خلال الاجتماعات استعرضت جمشير أهم التطورات المتعلقة ببيئة العمل في مملكة البحرين، مقدمة ملخصا حول أهم الإنجازات التي تحققت عبر عدد من الإجراءات والقوانين المطبقة في المملكة. كما تطرقت الرئيس التنفيذي إلى جهود المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وآليات توفير الحماية للعمالة من خلال مركز حماية ودعم العمالة الوافدة الذي يعد أول مركز شامل ومتخصص في منطقة الشرق الأوسط.